جمل الإدخال والإخراج input and output statements. في الجزء ده هنتعرف على الجمل اللي عن طريقها هنقدر نعرض كلام أو معلومات على الشاشة، أو نقدر ندخل بيانات للبرنامج بتاعنا. وأول أمر معانا هو أمر print، وبيتكتب بالشكل الفلاني اللي قدامنا دوت print asterisk comma. ده بنستخدمه عشان احنا نطبع حاجة على الشاشة او نظهر حاجة على الشاشة، زي المثال هنا مثلا print بين علامتين تنصيص welcome to my program. لما نعمل البرنامج ده run هتظهر لنا الجملة الاتية welcome to my program. تاني امر معانا من اوامر العرض على الشاشة او الطباعة في ملف، وهو الامر write. الامر write بيتكتب بالشكل ده write علم قوسين وبعد كده asterisk كوما asterisk، نفتح علامة تنصيص ونكتب الجملة ونقفلها بعلامة تنصيص. فهنا مثلا hello world هتظهر لنا في الشاشة hello world، بس يعني علامة التنصيص دي غلط مش موجودة، دي خطأ بسيط يعني. هما دول الأمرين اللي بيستخدمهم في الطباعة على الشاشة print و write. طب لو أنا عايز من المستخدم إنه يدخل لي بيان هستخدمه في البرنامج بتاعي، فعندي الأمر read. الأمر read مستخدم في قراءة البيانات من المستخدم أو من ملف. مثال مثلا print enter your name. أنا البرنامج الأول هخليه يعرض الجملة ديت enter your name، وبعد كده read قوسين asterisk كوما asterisk name. name ده هنا اسم المتغير اللي هيتسجل فيه البيانات اللي هيدخلها المستخدم، وده من النوع كاركتر. فانا مثلا انتر يور نيم هيدخل محمد، فهيتسجل في المتغير نيم الاسم اللي هو هيدخله. رايت وريد الجمل دولت فيهم حاجة مهمة، وهي علامتين الاسترز الموجودين فيهم. علامتين الاسترز دول لهم وظيفة. العلامة الأولى ديت، ودي بتعبر العلامة الأولى ده ديت كده في رايت أو ريد، بتعبر عن وسيلة الإدخال الأساسية. لو أنا سبتها زي ما هي فأنا بقول له إن وسيلة الإدخال الأساسية هي لوحة المفاتيح. أقدر أثبت لها برقم ويكون الرقم ده بيدل على ملف معين بيحمل نفس الرقم، وده هنتطرق له في الجزء الخاص بالملفات، بحيث إن أنا مثلا هكتب في ملف معين. فمثلا رايت افتح قوس شيل علامة الأسترس الأولانية وحطيت 10، 10 ديت هيكون الملف اللي هيتكتب فيه. أو read 9، 9 دوت الملف اللي هيقرأ منه. العلامة التانية دي بتعبر عن التنسيق اللي هيتعرض به الكلام على الشاشة، وده برضو هنتعرض له في الجزء الخاص بالتنسيق في شابتر الفورمات. وشكرا.